السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقه زرع هذا النبات الجميل اللي كيعطينا هاد الوريدات هادو باللون الاصفر والبرتقالي اللي كنلقاو بزاف الناس دايرينو وغالبا تيكونوا دايرين في داك اللون البرتقالي. هاد النبات هذا سميتو نبات القطيفه واللي معروف عندنا هنايا حنايا في المغرب، حنا كنقولوا ليه الغنباز. نشوف ان شاء الله طريقه الزرع ديالو من البذور. وقبل ما الغرس، بما ان ما عنديش محبق فاش غادي ندير هاد فاش غادي نزرع، ناخذوا اي قرعه ديال المناضه ولا قرعه ديال العصير ولا اي حاجه، كنقطعوها بالشكل اللي بغينا. الا كانت قرعه ديال المناضه نقطعوها بشكل طولي وحنا نقسموها على جوج حتى هي كتعطينا واحد الشكل اللي جميل. وانا دابا خديت واحد القرعه ديال العصير كانت عندي ونقطعوها غير بالسكين، تتكون تقطع سهل. انا جربتها بالمقص وبالسكين، السكين يعني بسرعه كيتقطع. صافي غادي نقطعها من الوسط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي غادي نحس على هذا الشكل هذا حتى هو كيعطي واحد المنظر اللي زوين. وما نساوش باش نثقبوا هذا الوعاء هذا، كناخذوا غير قطيب بحال هكا كنديروه فوق البوطه حتى كيسخن مزيان وكنديروا به ثقوب. صافي دابا درت فيه التراب كما كتشوفوا وخليت واحد شويه باش نديرو من الفوق، خليت واحد شويه هنايا ندير واحد الطبقه اللي خفيفه. صافي وهادو هما البذور ديال الغنباز، وما هادو كيكونوا على هذا الشكل بحال هكا كما كتلاحظوا معايا. كتكون الورده هذيك البرتقاليه ولا هذيك الصفراء اللي شفتو معايا في الاول، من بعد كتيبس من بعد كتيبس وكيتجمعوا فيها هاد البذور هادو اللي كتشوفوا معايا على هاد الشكل، هادوك هما اللي تيكونوا فيها من الداخل بحال هكا. صافي من بعد كنحيدوهم منها وكنحتفظوا بهم، كنحتفظوا بهم حتى من الاحسن وقت فصل الربيع باش كيكون عندنا دابا جاهز وكيكونوا عندنا الوريدات متفتحين وزوينين. صافي دابا غادي ناخذ هاد البذور هادو من بعد نقيتهم من هذوك الاوراق اللي كانوا فيهم وغادي نوضعهم فوق التربه على هذا الشكل هذا، طريقه اللي سهله وبسيطه جدا. نديرو غير شويه، انا دابا راه كثرت، راه كيعطي غير شويه كيعطينا النبات اللي مزيان. وكيف ما قلت لكم انسب وقت للزراعه نديروه في الربيع باش دابا في الصيف تيكون عندنا وريدات زوينين. من بعد غادي ندير فوقهم التربه اللي التربه تكون طبقه خفيفه جدا، ما نكثروش التراب من الفوق. الا كثرنا عليه التراب من الفوق وتقلناه فما غاديش يبغي يطلع وما غاديش ينبت. من الاحسن التربه تكون اللي تكون خفيفه والطبقه خفيفه. صافي من بعد غادي نرشو غير بالبخاخ، من الاحسن ما نكبوش الماء كثير، نديرو البخاخ.
هذا راه سبق وغرسناه وبدا كيكبر يوم بعد يوم. صافي هذا راه كبير وبدا قريب ان شاء الله غادي يدير الوريدات. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هذا راه زرعينه قبل وصافي راه يبس، والوريدات ديالو هما هادو كيكونوا فيهم تيكونوا فيهم البذور كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نوريكم دابا الورده هي هذه، وهنا فين تيتكون هذاك البذور وكنحيدوهم، وكيف ما قلت لكم كنحتفظوا بهم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وتعجبكم هذه النبته وهاد الوريده اللي سهله العنايه، سهله النبات دغيا كتنمو في اي مكان كتقدر تنوض فيه. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، مرحبا بكم، لايك الفيديو فضلا وليس أمرا، تفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.